جزاك الله خير. يا شيخ علي انا بساعد. هذا فيها جن هسه يطمي باذن الله. بعد شو افتح الطريق. شوف هسه هذا اختي فيها جن هسه يطمي باذن الله تعالى. بيد ولا انت؟ الله اكبر. اهل المغرب طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولد. اخرجي عدو الله. شوف هذا الجن شي يتحرك. اخرجي عدو الله. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولد. اخرجي عدو الله. هسه يطيب ان شاء الله. اوكي راقدة. شوف هذا الجن يطلع ان شاء الله. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. شوف تعال ابني تعال شوف هذا زواع مال جن حتى يعلمون المرقين الشريفين. تعال هني شوف شوف هسه الجن يطلع. هذا اختي كم سنه بيجي؟ يقول سنه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم هسه يطيب ان شاء الله. هذا الجن شوف الطب ما يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجن مثل الريح والسحر مثل الريح والعين مثل الريح. الريح بالخصاب ما يطلع ولكن القران يكشف هذا المرض. شوف شوف زوعت هذا. شوف رشاوه استاذ شاكبي. شوف هذا القران معجزه وشفاء. يا ناس ارجعوا الى التوحيد والقران والسنه اخر رساله كل بشريه الاسلام. شوف اللهم صل على محمد. اهل المغرب على عيننا. تعالي لي نسوي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القران ما هو شفاء. اذا جنت تحرك باذن الله. واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني. حسب ما باقي شويه. اخرجي ايها الجن باذن الله. شوف باقي جن. شوف هذا يزوع. هسه اختي يطيب باذن الله ولازم تدعونني. هسه يطيب اختي بس بعدين نظف هذا المكان حتى صاحب الفندق لا يزعل. يا حبيبي الله يشفي الناس. بارك الله فيك. صاحبي اختي العزيزه تعالي هنا. بارك الله فيك. تعال شوف شوف هذا هو علاج بدون مقابل بدون فلوس. اطباء الله يجزيك خير بس خير. الله يوفق بعد هال على نسوي شيء. اللهم صل على محمد وال محمد. عازم اختي العزيزه ولياء الله. بسم الله. عندنا شلونك؟ مبروك لك. ايدك سوي شيء. اذا كنت تحرك واذا مريت فهو ايش؟ جماعه خلي نصلي على النبي. على محمد وال محمد. اختي نزلي دينك. شو اسمك اختي العزيزه؟ أنا شوية تعال بدي جاي. أختي حنان كم سنة مريضة؟ سنة. هسا شلونك؟ مبروك لك أختي. طلع الجن لمدة شهر لا تاكل لحم، وساعتين القرآن الكريم. شو السنة يروح أطباء وشيوخ ما يعرفون، ليش شيوخ وأطباء كلهم شريفين، ولكن الجن مثل الريح، أختي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا هو معجزة القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا جماعة كلنا خلينا نصلي على النبي.